وسلم. نحن صلينا أمام السفارة السورية نصرة للشعب السوري وإعلانا لتضامن الشعب المصري مع الشعب السوري في ثورته وإدانة ما يفعله بشار، ودعوة المصريين إلى نصرة ثورة سوريا بكل ما يستطيعونه من نفس ومال وجهد. ثم انتقلنا لوقفة أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بالمصارعة بالإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن، ونود أن نذكر الدكتور مرسي بوعده بأنه سيسعى فورا للإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن. نحن نؤيد قرارات الدكتور مرسي الأخيرة ونرى أنها جاءت في وقتها لإنهاء المرحلة الانتقالية ولإنهاء ازدواجية السلطة في مصر ولرفع الوهم عند بعض الناس من أن الجيش يعني سيحمي أو سيدافع أو سيؤيد الفلول والثورة المضادة. فأثبت الدكتور مرسي بهذه القرارات وأثبت الجيش باستجابته الطيبة لهذه القرارات أن الجيش المصري جيش وطني يدعم الشرعية واقف خلف رئيس الشرع. تعليق حضرتك على الدعوات لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين يوم 24 من قبل النائب محمد أبو حامد. هذا الإنسان التافه يعني لا يستحق أن نعلق على ما يقوله. هو إنسان يحتاج إلى علاج، هو يعني عنده مجموعة أمراض نفسية ويحتاج إلى علاج ويعني ربنا. ولكن القانون لو يكفي الحق التظاهر، ولكن التظاهر هو لم يدعو إلى تظاهر، هو دعا إلى فتنة وذهب إلى الكنيسة وحرض الكنيسة على الخروج ضد الدولة، يعني ودعا إلى فتنة. وأنا أرجو أن أراه قريبا خلف الأسوار بالقانون. أمشكر حضرتك.